ودع العراق العام الماضي بأكثر من 30,000 حريق، بينما سجل منذ بداية العام الجاري 8,000 حريق حتى الآن. هذه الأرقام الرسمية تدل على معدلات قياسية للحرائق التي تسجلها البلاد سنويا. مديرية الدفاع المدني لها خطط سنوية تعمل عليها، ومن هذه الخطط إجراءات مكثفة تخص الكشوفات على مختلف دوائر الدولة والمستشفيات والمراكز التجارية والمخازن التجارية. هذه الكشوفات حقيقة تكون مرتين في السنة، بداية السنة ومنتصف السنة، نحدد جميع الملاحظات والمخالفات في هذه الكشوفات ونحيل المخالف إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني. ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تصل إلى نصف درجة الغليان ترتفع معها معدلات اندلاع الحرائق في البلاد، يضاف إليها الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة أو توفر أجهزة الإنذار المبكر، كلها عوامل تساهم في هذا الكم الهائل من الكوارث التي تسببها هذه الحرائق. للاطلاع على إجراءات السلامة وأنظمة إطفاء الحريق في المؤسسات الصحية سنقوم بجولة في إحدى مستشفيات بغداد. وجدنا أن هذا المستشفى على سبيل المثال يفتقر إلى أنظمة الإنذار والإطفاء المبكر ويعتمد على وسائل الإطفاء التقليدية وليست الحديثة، الأمر الذي ربما يفسر عدم السيطرة على الحرائق التي تعرضت لها بعض المستشفيات العراقية خلال السنوات القليلة الماضية. مستشفى مزود بمطافئ من مختلف النوعيات، واللي هي CO2 والباودر والفوم، كذلك مزود بشبكة من المنظومة الرطبة عبارة عن 25 منظومة إطفاء رطبة مجهزة بكافة أقسام وردهات المستشفى. وتسفر الحرائق التي تكاد تكون مشهداً يومياً في البلاد عن خسائر مادية كبرى تصل إلى مليارات الدولارات، ما يستوجب رفع مستوى الوعي بضرورة اتباع إجراءات السلامة وتكثيف جولات التفتيش ومحاسبة المهملين للحد من ارتفاع الحرائق في البلاد. من بغداد، منتظر رشيد، العربية 24.